مساء الفل. مساء الفل. ازيكم يا رجاله؟ عاملين ايه؟ قعدتوا تقولوا بقى ما بتجيبش شيفات، مين فيكم كلمني من كام يوم عمل حكايه؟ انا. انت اللي كلمت صح كده؟ واديك جيت اهو ما كملتش اسبوع يا باشا. اخباركم ايه؟ منورني ومشرفيني. نورك والله. مبسوط جدا بحضراتكم، واتمنى يا رب تبقى حلقه لطيفه لحضراتكم كده. احب ارحب بيه الاستاذ ادهم السيد. اهلا بيك. من حبايبنا الدهقليه والمنصوره. مرحبا بيك. والاستاذ حازم محسن من حبايبنا من دمياط. اهلا بيك. اخباركم يا رجاله؟ الحمد لله تمام. منورني ومشرفيني والله. نورك. ايه حكايه المطبخ معاكم بقى؟ سيبك من الورق والقلم بقى. المطبخ ده هوايه عامه. الموضوع ماشي ازاي؟ المطبخ ده هوايه. هوايه. هاوي المطبخ. انا شايف حضرتك كمان خريج ساحه وفنادق. ابو زبل صح كده؟ طب قول لي ايه اخبارك ايه في المطبخ؟ طمني. هو انا عامه شيف ايطالي. شيف ايطالي جدع، يعني انت شيف شيف باستا وبيتزا ايطالي وكده، فاهمني؟ حلو. حضرتك بتشتغل في مكان ولا اشتغلت في مطاعم كتير. حلو. بس انت لسه خلصت اكيد دراسه ما شاء الله؟ خلصت الحمد لله. ايه الحمد لله خلصت دراستي على فنادق. وحاليا بتشتغل في المجال ولا لا؟ حاليا حسيت بس اصابه كده وبنرجع تاني يعني. ان شاء الله هترجع تبقى احلى. الحمد لله. ولا اصابه تهزك ولا تقعدك. اوعى. الحمد لله. شوف خليني موضوع الاصابه ده هكلمك عشان كان عندي اصابات كتير، وهديك كده كام نقطه وللامام يا معلم. خش بقى على البرنس ابو كحل العسل ده. ايه بقى الحكايه؟ طمنا عليك. الحمد لله تمام بخير. انت من الدهقليه من دمياط. حبايب الدبايطه. حبيب الله يسلمك. ولسه كنت بقول لك الفصل والله. احنا بنحبك جدا والله. طب قول لي بقى هتعمل لي اكل النهارده؟ بص هو عامل اكله دمياطي اسمها امامه. امامه. طبعا. حلو. بتتعمل بالرقاق ولحمه مفرومه. طب يلا بينا نطبخ وندل شويه بنشتغل. تمام. عشان بس ما اخركمش في التفاصيل. ماشي. وبص على الفرن بتاع زمايلنا اللي من شويه. تمام. ده لسه كوسه بالبشاميل في الفرن، فكروا بيها يا شباب. اجي بقى على الحبايب. ايه بقى الحكايه؟ انت عندك كام سنه؟ 23. حلو. لسه يعني ما شاء الله. وحضرتك؟ 26. ما شاء الله. لسه برضو احنا بنتكلم في العشرينات، يعني لسه ايه التاسيس موجود. طيب من فكره الاكل عامه. اتفضل. فلفل. فلفل. لا تعالى بس ما فلفل قدامك. انت عايز تاخد تغش وخلاص. ايوه ده فلفل يا عم. تعمل ايه؟ طب استنى عشان نقف عند دي. تعمل ايه؟ ملح وفلفل اول حاجه. ليه؟ الف بقى عشان ما تكلكعش مني، تخرص الملح عشان تخرج. ماشي. شاطر. مش شغاله ولا استنى؟ حسب الشغاله بقى. لا شغاله يا معلم، شغاله يا معلم، مفيش حاجه مش شغاله ان شاء الله. احنا بس نسلم بالله وكل حاجه تبقى زي الفل. انت تمام؟ وسع لي اهو. شغاله كده باينه. ايوه كده. يا اي نعم. مش بتاعتي اللي بشتغل بيها الناحيه الثانيه، بس دي اكيد برضو ايه. تمام. اشترك في باقات واتشت الشهرية بتبدأ من 14 جنيه و99 قرش، وباقات سنوية بتبدأ من 149 جنيه و99 قرش.